مساء الخير. النهاردة عايزة أتكلم معاكم عن فكرة التصنيف في الرياضيات، وده صندوق عملناه علشان نعمل فكرة التصنيف. مليان بالأشكال الهندسية، بفتحه بالشكل ده، يعني أنا بحاول أظهر كل اللي فيه. فوم ملون مقصوص بألوان مختلفة، مربعات، أشكال سداسية، دوائر، قوائم بالشكل ده، وهقول استخدامها بعد كده. طبعا كل الاشكال الهندسية دي مقصوصة من الفوم ومفرغة، مش محتاجة اي شغل. يعني مثلثات، اشكال مستطيلة، طبعا دي كلها اشكال مجسمة. طبعا في عندنا اشكال مصمتة، يعني مش مفرغة من الوسط. ده الخامات او دي الاشكال الهندسية الموجودة داخل الصندوق. نشوف العمل في الصندوق ده هيتم ازاي. كمان موجود في الصندوق قطر، مجموعة من الأطر بالشكل ده، وأنا ما مرضتش أقص الكرتون علشان تعرفي إن أنا عاملاها على كرتون فقط، غلفتها من الخارج بشكل سادة، وده مقصوص من الكرتون. دي الأشكال الهندسية علشان نعمل عملية المطابقة. دي مجموعة من القوائم الملونة، كل قائم علشان مجموعة الأشكال اللي هيتم التصنيف على أساسها. كل ده في الحقيبة او كل ده في الصندوق. لوح من الورق الابيض، اي ورق ابيض عندك، علشان الطفل هيحط الاطار عليه بالشكل ده او الاطار التاني، وممكن تستعيني بالورق اللي هو الابيض وقلم، والطفل يعمل حدود علشان يطلع الشكل اللي هو عايزه. طيب طريقة العمل او طريقة اللعب، اول حاجة انا بعمل تصنيف على اساس خاصية واحدة. طبعا ما تروحيش تحطي كل الالوان مرة واحدة، ممكن تعملي تصنيف على اساس لونين فقط، كفاية قوي. عايزة اعلم الطفل التصنيف على اساس اللون، وبعد كده اعلمه التصنيف على اساس الشكل واللون، على يعني ازود الخواص الاول. فحطيت ثلاث اشكال، وناخد الاشكال اللي هي المحببة عند الاطفال، الازرق والاحمر والاصفر. وقدام الطفل صندوق التصنيف ومجموعه الاشكال الهندسيه، نطلع مجموعه من الاشكال الموجوده، وابدا اقول له حط لي كل شكل من الاشكال دي في العمود الملائم ليه، او حط لي كل الالوان في كل عمود. فمثلا هياخد الاحمر، حط لي كل الالوان الحمراء، كل الاشكال الحمراء هنا، فيبدا ياخد المربع، هيدور على الاحمر تاني هنا. انا ما يهمنيش الشكل، يهمني اللون. حط لي كل الحاجات الحمراء، فبدا يطلع ده، فبدا يفتح الصندوق يدور تاني على حاجات حمراء، فوجد مثلث، ندور تاني على حاجات حمراء، وجد تاني مثلث، كمان واحد، يبدأ يدور، فإذا جمع كل الأحمر هنا. طيب حط لي كل الأشكال الزرقاء هنا، فلقى دائرة، ولقى مربع، ولقى مثلث. حط لي كل الأشكال الصفراء هنا، آدي سداسي، وآدى مستطيل، وآدى يبدأ يدور إيه تاني، أصفر، وآدى كمان سداسي. يبدأ يدور، فصنف هنا كل الأشكال بغض النظر هي ايه، او الاشكال الهندسية ديت هي ايه. هي لونها كلها ازرق، هي لونها كلها احمر، هي لونها كلها اصفر، ما يهمنيش شكلها ايه. وحاولي تفرقي ما بين اللون والشكل، لان احيانا بيجي نسأل الاطفال نقول له دي لونها ايه، يقول لك شكلها احمر. انا مش عايزاه يقول شكلها احمر، انا عايزاه يقول لونها احمر لكن شكلها مثلث، لونها اصفر لكن شكلها سداسي. فإذا كلمة اللون حاجة وكلمة الشكل حاجة تانية. خلصتي من المستوى ده مثلا، هيبدأ الطفل يرجع ده تاني مكانه، وممكن تزودي
الاختيارات، حطي مثلا الاخضر كمان ويبدا عمليه التصنيف، يصنف يبدا الاول يصنف لونين، بعد كده يصنف ثلاث الوان، يصنف اربع الوان، يصنف خمس الوان، ودي وظيفه الاعمده والوان كتيره موجوده عندك. خلصت التصنيف على اساس اللون، ابداي قولي له طلع لي الاشكال الدائريه فقط عند الازرق، الدائريه فقط والزرقاء. فبدات ده ازرق و لا ما ينفعش، ده ازرق ودائري، ادور تاني، ده ازرق ومربع، لا ما ينفعش، ده ازرق ودائري، انا عايزه ازرق دائري، يبدا يدور على الازرق الدائري، مفيش، خلاص. طيب عايزاك تدور لي على الاخضر المربع، يبدا يشوف ده اخضر مربع، ده اخضر دائري، ما ينفعش. تاني، ده اخضر دائري، ما ينفعش. ده سداسي واخضر، ما ينفعش. ده اخضر دائري، ما ينفعش. يبدا يدور يدور لحد ما يلاقي تاني اخضر دائري، ما ينفعش. طيب انا عايزاك تجيب لي الاحمر المثلث، يبدا يشوف مربع، ما ينفعش، مربع، ما ينفعش، مربع مثلث واحمر يتحط، نبدا ندور، مثلث واحمر يتحط، مثلث لكنه اسود ما يتحطش، نبدا ندور تاني، مثلث لكنه ابيض ما يتحطش، وهكذا. يبقى اذا علمتيه ان هو شكله مثلث ولونه احمر. طيب خلصنا من ده، وهتبدأي تعملي العملية دي مع كل الأشكال، تعلمي التصنيف على أساس اللون، تعلمي التصنيف على أساس الشكل. نبدأ ندخل في لعبة تانية، عايزة أقول له أنا عايزاها دائرية ولونها أحمر، يبدأ أو لونها وردي، فيبدأ يشيل دي ويحط الدائرية الوردي، ويبدأ يدور تاني، دائرية وردي، دائرية لا ما تنفعش، لا ما تنفعش، وهكذا. فبدأنا نعلم على أساس الشكل وعلى أساس اللون وعلى أساس الشكل واللون. نرجع ندخل نعمل حاجة تانية، عايزاك تجيب لي كل المثلثات اللي شكل بعض أو اللي قد بعض بالضبط، يبدأ يعمل عملية مطابقة ويختار المثلثات، يقيسهم على بعض ويشوف آه دول قد بعض، ما يهمنيش لونها إيه، ما يهمنيش شكلها إيه، المهم إنهم قد بعض. هات لي كل الشكل السداسي اللي قد بعض، لا ده كبير، نقيس، يبدا يقيس ويشوف الاشكال المتطابقه. ادي حاجه كمان تقدري تطبقيها هنا، هي كل القضيه وكل التعب ان انت بتقعدي تقصي الاشكال دي كلها. طيب ايه كمان، هجيب دي واحطها قدامي هنا، خلينا نشيل دول على جنب. هنا انا عندي شكل سداسي مختلف الاحجام مختلف الالوان، عندي مثلثات نفس الشيء، زي ما قلت لك تحطي ورقه بيضة وتخليه يرسم، دي طريقه. الحاجه الثانيه، الصندوق عندي فيه اشكال هندسيه ولكنها مصمطه، الصندوق ده مليان حاجات كتيره قوي، هيبدا الطفل يطلع الاشكال المصمطه اللي زي كده، من الصندوق كلها حاجات انا قصاها بايدي، ما فيهاش اي تعب ولا فيها اي مشكله من اي نوع. وهبدا اقول له طلع الشكل السداسي الوردي اللي يدخل هنا، فيبدا يدور، ده شكل سداسي، يبدا يحط لا ده صغير ما ينفعش. نبدا ندور على شكل سداسي تاني نفس الحجم، اه ده شكل سداسي لكن مش نفس اللون ومش نفس الحجم، ده شكل سداسي احمر، نشوفه هنا، نقلبه ونحاول، اه ده بتاع المكان ده يدخل هنا. طيب نشيل ده، نبدا ندور تاني، مثلث ازرق نحط هنا، لا صغير، طب نشوف مثلث ازرق تاني، لا صغير، يبدا يدور. وطبعا كميه التدوير، كل ما قللتي الكميات دي كل ما كان افضل. مثلث اخضر يبدا نحطه هنا، لا كبير، فبدا يعرف كبير، بدا يعرف صغير، بدا يصنف، نشوف المثلث ده فسفوري نحطه هنا يدخل، تمام. نبدا ندور تاني، نشوف ده
نحطه هنا، لا صغير، لا صغير، يبدأ يدور في العلبة، يطلع الأشكال ويفرزها ويبدأ يدور على الكبير وعلى الصغير وعلى الأشكال الموجودة عنده ويبدأ يحطها في مكانها. ده إطار تاني، دوائر، مستطيلات، مربعات، والصندوق مليان الأشكال اللي هيعمل عليها عملية المطابقة. يبقى إذن الصندوق بتاعي النهاردة مليان بالأشكال الهندسية المفرغة، الأشكال الهندسية المصمتة، أطر معمولة من الكرتون علشان الطفل يستخدمها في أنه يطابق الأشكال الهندسية عليها، لوحة فاضية بيستخدمها علشان يثبت الأشكال لأنها عاملة كأنها بازل بتتحط بالشكل ده، وبيبدأ ياخد الدوائر يحطها، يشوف الدائرة اللي تدخل هنا فين يبدأ يحطها، الفسفوري اللي شكله هنا فين يبدأ يحطه، وهكذا، ويبدأ يبحث عن الأشكال المطابقة للأشكال الموجودة هنا. فبالتالي العلبة بتاعة التصنيف أو مجموعة التصنيف مليانة بالأشكال الهندسية. وكتري الأطر، أنت ممكن تعملي، أنا عملت إطارين بس عشان أوريك الفكرة، إطارين من الورق الكرتون، كرتون من اللي احنا بنرميه، ومجموعة من الفلين الملون، ممكن تستخدمي الكرتون وتلونيه وتعملي شنطة التصنيف بتاعتك، غاية في البساطة والسهولة، وسهل ان انت تعلمي الاطفال عن الاشكال الهندسية، عن التصنيف على اساس اللون، التصنيف على اساس الشكل، التصنيف على اساس الشكل واللون، انه يعمل عملية مطابقة بالاحجام وبالالوان للاشكال الهندسية على مجموعة من الاطر. مسألة سهلة، الاجهاد الوحيد ان انت هتقعدي تقصي الاشكال الهندسية وتفرغيها. اتمنى تكون فكرة التصنيف واضحة وتكون سهلة التصنيع، واي تساؤل بخصوص موضوع التصنيف دوت او عملية الاسئلة، وانا هكتب لكم في صندوق الوصف التساؤلات اللي ممكن تسأليها للاطفال، ايه بالنسبة للتصنيف على اساس الشكل، التصنيف على اساس اللون، ازاي يعمل عملية مطابقة. كان صعب ان انا اقعد اقص قدامك كل الاشكال دي، مسألة القص مش محتاجة يعني مش محتاجة مهارة او كده، بترسمي الشكل الهندسي وبتقصيه، بترسمي الشكل الهندسي وتفرغيه. انا تخنته شوية او جسمته شوية علشان خاطر يبقى سهل ان الطفل يمسكه، اخترت الالوان الجذابة المحببة للاطفال، عملت له شنطة هحطها قدامه، الشنطة كمان شكلها حلو وملونة، وهحط له عليها الاشكال او احط كل الاشكال الهندسية قدامه. لكن لما تيجي تشتغلي مع الاطفال ما تحطيش كل الكميه اللي انا حطاها، حطي بس لونين وخليه او ثلاثه، ويصنف على اساس لون او اثنين، يصنف على اساس ثلاث الوان، يصنف على اساس اربع الوان، زيدي يعني كل ما ينجح في خطوه زيدي. بعد كده حطي اشكال التطابق، ممكن الكرتون ده ما يبقاش عليه شكلين او ثلاثه، لا يبقى عليه شكل واحد بس اللي هو السداسي مثلا او المربع، خلصه، اعملي اطار ثاني، اعملي اطار ثالث، غير مكلفه على الاطلاق من الخامات، من خامات البيئه، والله من بقايا الفوم، مش لوح فوم كامل، لا، كل بقايا الفوم اللي بتترمي مسكتها واشتغلت منها الاشكال الهندسية دي. اتمنى تكون الفكرة عجباكم. الفكرة دي طلبتها صديقة من صديقات البرنامج، طلبت مني اعمل فكرة عن التصنيف والتطابق، وزعلت مني ان انا اتأخرت. اتمنى تكون شايفة حجم الفكرة او الحاجات اللي بتتطلب تصنيعها عشان اقدم مفهوم التصنيف، اقدم مفهوم التطابق، ان انا محتاجة وقت علشان اجهز لك ادوات واشرح لك الفكرة تقدميها ازاي. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، فكرة شنطة التصنيف او شنطة التطابق تكون عجبتكم وتقدروا تنفذوها. اتمنى تعجبكم الحلقة، تشتركوا في القناة، تعملوا لايك، شير، تبعتولي كومنتات. شكرا لكم.